كل ذلك إذن. عاد مستتيرنا الضال. أخيراً وجدت طريق العودة. ما الذي جئتنا به؟ من نبحث عنه ذمي، شخص من خارج بغداد. أمتأكد؟ وجدت دليلاً. لقد كانوا يعملون مع جاب الضرائب وصاحب الميناء. أحدهما سخر الحراس لمضايقة الذميين وانتزاع أموالهم، والآخر صادر السلع في الموانئ. الانتزاع أفهمه، لكن مصادرة السلع أغراض أخرى من الكائنات القديمة التي يعبدونها؟ إنهم يبحثون عن دبوس شعر نادر مستورد من الطريق الشرقي، سيطرح للمزاد في دائرة المال. دعوة رسمية إلى المزاد. الآن لدينا طريقة للدخول. أحسنت. لابد أن هدفنا شخص مرتبط بالعنقاء والكلولو، شخص يعمل بشكل وثيق مع المسؤولين. سمع المخبرون شائعات عن خازن الخليفة بأنه شارك بشكل كبير في تجارات الكرخ. شخص كهذا سيحضر دائرة المال دون شك. لنستعد، سأبادر بالاستطلاع. قابلني قرب السوق عندما تستعد. لا نعرف الكثير عن هذا الشخص. الاستهانة بخصمك تصرف أحمق. أنت قلقة؟ سأخطو بحذر. أرأيت اللوحة؟ وصل المزيد من العقود. تسرني رؤيتك. أهلاً ومرحباً. ما الجديد في الورشة؟ ألقي نظرة. أرأيت ما يكفي؟ إذا كنت تستطيع تحسين هذا. هاك ما لدي. أهذا كل شيء؟ أشكرك على مساعدتك. وداعاً. أعرف أنك نادراً ما تغضب، لكن عليك فعل شيء. الخطة بسيطة. ادخل المزاد كتاجر يريد المزايدة على القطع الأثرية الغريبة. نعلم أنهم يريدون دبوس الشعر.
وسيحضرون المزاد. لقد تركوه يفلت مرة بالفعل من بين أيديهم. عندما يظهر دبوس الشعر سأراقب الحشد وأحرص على الحصول عليه. سيضمن ذلك لقاء مع هذا الخازن. واثقة أنهم سيزايدون عليه مهما كان الثمن. أجل، سأجمع ما بوسعي من المعلومات عن هذا الخازن قبل بدء المزاد. نظراً إلى منصبه لن تجد النميمة بشأنه قليلة. أول ريشة دون هدف محدد. يجب عليك العثور على الهدف الصحيح. لا تشتت نفسك. ركز على المهمة الحالية. لا جدوى من الإمعان في أمور لا وجود لها. هذا حقيقي. فهمت. الصمت أفضل للعقلاء وأفضل بكثير للحمقى. حظا موفقا. أنحن بحاجة إلى الحظ؟ هناك فساد في الكرخ يا خازن. سرقة للممتلكات وابتزاز للتجار وتعذيب للذميين. الفساد مستشرب وفي كل مكان، لكنك في صميمه. حتى هذه اللحظة ينتشر فسادك إلى أراض لم يمسسها سم التنظيم. سمعت عن رغبتك في دبوس شعر سيطرح للبيع في مزاد بدائرة المال. سوف أنافسك في رغبتك الملحة وأجبرك على الظهور. شريط اللعين تحاس خزفيات ومنسوجات شكل خزفيات ومنسوجات لا تترقب تلك القافلة تجاوز الحصار لكنها وصلت إلى المزاد في النهاية. ممتاز، استلمت شحنة الأوقات النادرة من المياه ستجلب ثمنا جيدا. سلع من جميع أنحاء العالم ونقود كثيرة في هناك متاعب. أن عمر الصغير هناك أيضا. باسم تعال. كان علي توقع حضورك يا كوم. أنت تعرفني، تعال لنتحدث. إن لدي ما أطلبه منك. لا تسد المسار. لكن علي مساعدة أبي معشر العجوز بعد المسار. هل تعرف أي شيء عن الخازن؟ شخص يعمل لصالح الخلافة. الخازن؟ أعرف شيئا في الواقع، لكن كما تعرف من المؤلم الإفصاح عن المعلومات الثمينة بلا مقابل. ما العمل الذي تريده الآن؟ تعرف ما يدور في ذهني بالفعل، صحيح؟ ك-
كما ترى أيها الحسون الصغير، دائرة المال ليست مجرد حدث مهم للطبقة العليا من الكرخ، بل للصوص أيضاً. هل أخذ أحد شيئاً منك مجدداً؟ صحن فنجان خزفي ثمين أخذه لوقا، لطالما كان يغار مني. أين مكانه في اعتقادك؟ عرفت أنني سأعتمد عليك أيها الحسون الصغير، ستعثر عليه في الصناديق قرب متجره. سأعود بعد قليل. لن أقبل بأقل من ذلك، أرجوك. إني أخسر المال بالفعل في مطايا. أغرب الأشياء تستمر في الحدود. تقدر لست مهتماً، اذهب. التي حدثت قريباً من هنا؟ لا تخبريني أنهما كونغ ولوقا مجدداً. بل تاجران آخران يتعاركان. لابد أن هذا هو المتجر الذي أشار إليه كونغ. لنبحث الآن عن ذلك الصحن. أثق في أن كونغ يمتلك صحناً كهذا. ربما سيخبرني الآن بما يعرفه عن الخازن. نشاط مريب فوق الأسطح.
باستخدام ذلك المنتج. لقد تم بترميمات الجدار الشمالية. ذلك القسم القريب من نواكير النخيل عمل مرتفع وخطير. لم يفقد سوى ثلاثة رجال. أين ابن إسحاق يحسن إدارة بيت الحكمة؟ أعترف بأنه مدير كفء، ليس عالما سيئا، لكنه ليس حيلا، إنه يطلب. إليك. ينجح الحسون الصغير في توصيل الطلب ثانية. هذا ما احتجت إليه بالضبط لاستكمال مجموعتي. ظننت أن هذا يخصك. صار كذلك الآن. على أي حال أصغي جيدا. كنت أشرب شاي الظهيرة المعتاد، فسمعت سيدتين تتحدثان عن استيفائهما طلبا لدائرة المال. لقد صنعوا رداء جميلا للخازن بتطريز شرقي معقد. انتبه إلى ذلك. زي شرقي. شكرا يا كون. الخازن ذمي من الشرق على الأرجح. أهلاً، انظر إلى بضائعي يا صديقي في الطابق العلوي. هناك أشياء لم ترها في بغداد من قبل. قطع أثرية صينية غريبة هنا فقط، ليس بأي مكان آخر. لا تكن خجولاً، اقترب واندهش من مختاراتي في الطابق العلوي. السلام عليكم. هل ذكرت قطعا أثرية صينية؟ نعم يا صديقي، مرحبا بك. ستجد شيئا مثيرا للاهتمام هنا بالتأكيد. هل ترغب في المصوغات يا صديقي؟ يوجد لدي هنا حلي من أقاصي الشرق في المزاد، زهريات نادرة، فناجين شاي متقنة، لكن أميزها دبوس الشعر، هذا آية من الجمال، حتى إن الخازن سأل عنه. أين دبوس الشعر؟ أين هو؟ سيطرح للبيع في المزاد. إذا أردت شراءه أحضر كيسا مليئا بالنقود. دبوس شعر من الشرق، لابد أن هذا هو الغرض الذي كان الكلول يبحث عنه للخازن. لابد أن أبحث عنه في المزاد. ليس الخازن من الصنف الذي يقدر التأخير. أكرر، الخازن. ليس شيئاً نستعجله يا سيدتي. ذلك لن يسر الخازن ولن يسرني. أعرف، ابتكار العطر عملية معقدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا. قصارى جهدكم غير كاف. تعالي لنتحدث في مكان آخر. للجدران آذان. تلك المرأة ذكرت الخازن، يجب أن أنتبه لما يقال. لدى الخازن ولع بالقناع كما تعرفين. ليس هناك أكثر منه تعاسة عند ضياع ثلاث دستات من القوارير. مع توقف المائع إنتاجنا صار الإنتاج بطيئا. بعض الحوادث هناك قد جعلت أيضا وضعنا صعبا. عن طريق الساعات المائية لن تفي المزاول بالغرض. نحتاج إلى الاستفادة من أداة الجمال المتعددة.
أنت لا تخبرينني بالضبط ما الذي ينقصنا. إنه الدم يا سيدتي. الدم عنصر أساسي في الرائحة، إنه ما يجعل عطر القناع مميزاً، لابد أن نحصل عليه. سأتحدث إلى الخليفة وأرى ما يمكنني عمله. سيتعين على الخازن انتظار العطر. هذا العطر على خطابات جاب الضرائب، لقد ظننت أن رائحته تشبه الحديد. أكانت دماء؟ قد تكون هذه المرأة من المقربين للخليفة، إنها تعرف الخازن، لابد أن أتحدث إليها. السلام عليكم يا سيدتي. وعليكم السلام. لم يسعني سوى سماع بعض الحديث يا سيدتي بشأن العطر. ليس من اللباقة أن تسترق السمع، ولكن لأنك معجب سأعذرك. اسمي قبيحة، المرأة وراء القناع. له رائحة فريدة، ورد وعسل وخشب صندل، وإذا كنت قد سمعت قطرة من الدماء. دماء؟ كان ينبغي أن أخمن، ظننت أنها ربما كانت رائحة حديد. يولد الدم من الحديد، أليس كذلك؟ لكن بسبب ذلك الجزء يصعب إحضار كميات كبيرة. إذا كان حصرياً إلى هذه الدرجة فلابد من كونه رائجاً بين رجال الدولة. أظنني شممت رائحته بالقرب من الخازن. نينغ تستعمل القناع، إنها مفتونة تماماً بسحره الغني كحال العديد. شيء غريب، لا تبدو كشخص يهتم بفن العطور. ليس من الحكمة أن تحكمي على شخص من مظهر. بالفعل، هل ذكرت اسمك ولم أسمعه؟ باسم. باسم، يجب ألا أضيع وقتك أكثر من ذلك. أتمنى لك وقتا رائعا في دائرة المال يا سيدتي. الخازن امرأة إذن؟ واسمها نينغ؟ سيبدأ المزاد قريبا. مرحبا، السلام عليكم. يا ساس، نيهاو، هلو. موعدنا السنوي يحين مرة أخرى لتلبية أشواقكم والإنصات إلى رغباتكم وشراء ما أظهره الله لنا. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً أيها المبجلون في مزاد دائرة المال السنوي.
يتصدر قائمتنا الحصرية والآسرة من المتفرقات الغريبة تمثال مذهل من بلاد الهند. إنه مصنوع من العاج على يد أمهر الحرفيين، وسيشكل إضافة مثالية لأي بيت. ماذا لدينا؟ مزايد واحد بالفعل، بل اثنان. لننادي مرة، مرتين، ثلاثة. هل من أحد يود المزايدة على ذلك السعر؟ لا؟ بيعت، أصبحت من نصيب هذه السيدة الجميلة. أما بعد، فلدينا جمال سماوي فريد من نوعه. دبوس الشعر هذا من الشرق، انظروا إلى التفاصيل على التنين. غرض مثالي للاقتناء، بل والأفضل إهداؤه إلى صديقة تعرفونها. حسناً، كم تساوي هذه القطعة في رأيكم يا أصدقائي؟ واحد. إلى الخازنة التي باركتنا بحضورها. نينغ، الخازنة. اثنان. أهناك شخص آخر؟ بيعت. إلى الرجل هناك. من فضلك استلم قطعتك من معاوني بعد المزاد. الآن لنواصل. ونشكركم مرة أخرى على جعل دائرة المال حدثاً ناجحاً. عسى أن تظل جيوبكم دوماً عامرة وقلوبكم تواقة.